المجتمع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. أنتم الآن على راديو خذ نصيحتي، خذ نصيحتي .com/radio. تستمعون الآن إلى خلاصة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم مستمعي راديو خذ نصيحتي، معاكم رضا محمود كل يوم في رمضان الساعة 12 بالليل بتوقيت مكة المكرمة في برنامج خلاصة الحياة. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. موضوع الحلقة، موضوع حلقتنا لليوم بيتكلم عن التعاون، عن التعاون ما بين أفراد المجتمع الواحد، ما بين أفراد الأسرة الصغيرة، ما بين أفراد العائلة الكبيرة، ما بين الأصحاب، ما بين الزملاء في الجامعة في المدارس، ما بين أفراد الحي الواحد الجيران. التعاون بيشمل كل الناس اللي بيلتموا تحت مسمى واحد، تحت منظمة واحدة، تحت أي مكان حاجة بتلموا فعلا تحتها. التعاون ده من السمات الجميلة جدا اللي بتفرض نفسها وبتفرض الناس اللي هم بالتزمين بها على كل المجتمعات التانية، على كل المسميات الأخرى. يعني أنت لما تكون قاعد في جروب واحد، في مجموعة واحدة، وفعلا المجموعة دي بتتسم بالتعاون، بتتسم إنها تكون دائما متعاونة وشغالين مع بعض وشغالين كجروب واحد وكده، الموضوع ده بيفرق كتير. بيفرق إنه أنت قاعد في الجروب ده وقاعد في جروب تاني نايم، ما بيشتغلوا فرد مع بعض، ما بتعاونوا بالصورة مطلوبة، ما دائما بيكونوا يد واحدة زي ما هم مطلوب منهم إنهم يكونوا بالصورة الجميلة دي. ومع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. زي ما قلنا، التعاون دائما بيرتبط بأنه ناس أشخاص قاعدين في جروب واحد، في مجموعة واحدة، أي ما كان المسمى هم الملتمين تحته. من نبدأ أول شيء دائما بيكون من العائلة، يعني دائما العائلة الكبيرة والأسرة الصغيرة مفروض أن يكون بين الأفراد العائلة دي تعاون جميل جدا، كأنهم بطبيعة الحال هم عندهم حاجات كثير مشتركة فيهم، سواء في الصفات، في الطبائع، في النظام بتاع البيت نفسه، في الانتماء للعائلة الواحدة، للنسيج الواحد. فمن المفترض أن يكون في بينهم فعلا تعاون، أو تعاون كمان كبير. من الحاجات الأساسية في التعاون أنك لما تكون تحت مجموعة واحدة ويكون فعلا بينكم تفاهم أول حاجة، عشان يكون في تعاون حقيقي، يكون في كمان قائد للجروب ده، قائد للمجموعة اللي هم قاعدين فيها دي. لازم عشان يكون لكل واحد دور محدد، لكل واحد حاجة فعلا يسويها، إنه يكون في واحد ينظم الشغلة دي كلها، ينظم الأفكار اللي بتجي من كل الأفراد المنتمين للمجموعة الواحدة دي، ويقدر يوزع المهام على كل واحد فيهم بالحاجة اللي بتناسب معاه، بالحاجة اللي هو فعلا يقدر يقدمها للجروب اللي هم قاعدين معاه ده. فلو كان شخص فعلا الشخص اللي بيدير الموضوع ده بيقدر انه يتحكم في الناس اللي معاه، وبيقدر انه يفهم طبايعهم، يفهم هم بيفكروا في شنو، بيقدروا عليه شنو الحاجات الشخص التاني ممكن يتناغم معاه بصورة اكبر، يقدر انه يحقق فعلا الثمرة المرجوة من التعاون ما بين افراد المجموعة اللي هم قاعدين فيها سوا. من الجميل جدا انه تلقى عائلة كبيرة من اي مكان العوائل دي، انه في تعاون ما بين افراد اسرة متكونة من عدة اسر صغيرة،
متعاونين كلهم تحت مظلة واحدة، تحت ممكن نقول على قيادة واحدة في كبير العيلة مثلا أو حاجة بالصورة دي، بيوزع المهام على كل فرد من أفراد العيلة الكبيرة دي وعلى كل كمان أسرة صغيرة جوا العيلة دي، بحيث أنه يقدر يتحكم في الأمور بشكل واضح وأنه كل واحد عارف دوره، عارف المهمة اللي هو ماشي عليها، المهمة اللي هو شغال عليها، الحاجة هو فعلا مطلوبة منه أنه يسويها، فبالتالي بينجز فيها في بأسرع طريقة ممكنة وكمان بأفضل شيء ممكن من ناحية جودة، من ناحية أنه يتم الشيء زي ما هو مطلوب منه أحسن كمان، حتى أنه بشكل ده صورته قدام عائلته، قدام الناس اللي معاه المشتركين معاه في العمل بتاعه ده، الناس اللي ممكن يشوفوا نتيجة عمله ده ويقيموها مثلا أنه والله يا أخي فلان عمل كده وتمام، يعني أنجز المهمة زي ما مطلوب منه أحسن. الموضوع ده بديه حافز، بديه انطلاقة للمجتمع الخارجي خارج محيط العائلة ده، انه حتى يكون منظم في اموره، منظم في اعماله، منظم في علاقاته، يقدر يتعاون مع اي واحد تاني، لانه يعني اوريدي الفكرة عنده مبنية من ما هو صغير انه شغال في اطار العائلة دي، شغال في انه انا الحاجة اللي بقدر عليها بقدمها والحاجة ما بقدر عليها في واحد تاني في العائلة دي ممكن يقدمها لي، ممكن يخدمني فيها، ممكن يساعدني فيها، ممكن نشتغل على نحن الاثنين سوا حتى نطلع بأفضل حاجة ممكنة ونستفيد منها بأكبر طريقة نقدر نستفيد منها. فالجميل من الجميل جدا جدا انه يكون في داخل الأسرة نفسها ترتيب، تنظيم، توزيع لمهام، يكون في قائد حقيقي، انه هو المفروض انه في الحتة دي يكون الأب على الأغلب، انه يقدر يدير الأبناء بشكل اللي هو شايف كل واحد فيهم مقدرته شنو، ويقدر يتحكم فيهم بطريقة مناسبة، يقدر يكافئهم، يقدر يجازيهم، بحيث انه يقدر يضبط الحاجات دي جواهم، حتى انه لما يكونوا في محيط العائلة الكبيرة فعلا يكونوا مستعدين، فعلا يقدروا يخدموا بطريقة ثلثة اكتر، يقدروا يشتغلوا طوال مجرد ما يطلب منهم العمل الفلاني بدون ما يخشوا في مناقرات ليه انا، ليه ما يكون فلان، ليه كده، والحاجات اللي ممكن تضيع الوقت وتضيع المجهود في حاجات ما منها فايدة. فالحتة دي بتفرق كتير مع سواء كان الفرد طفل او كان شاب او كان رجل كبير، انه يقدر يندمج مع اي محيط تاني، مع اي نسيج اجتماعي تاني هو دخل فيه، يقدر يؤدي دوره بشكل فعال، وقد يكون كمان بشكل بارز، يعني انه هو شغال فعلا تحت مجموعة الا انه دوره واضح بشكل كبير جدا، بحيث انه لو غاب ممكن الدور ده يفتقروا له ويفتقدوا كمان، ويكون باين انه فلان ما كان معانا او ما كان في المجموعة دي موجود. فالحتة دي مهمة جدا، انه انت حاليا قاعد طبعا معاك عائلتك، معاك عائلتك الكبيرة او الصغيرة، مع الاسف بنفتقد الايام دي الحاجة دي، كل واحد بيشتغل براه وكل واحد شغال براسه بفكره بالجروب الخاص بتاعه خارج نطاق العائلة وخارج نطاق الاسرة، سواء كان عنده شلة من أصحاب، عنده مجموعة من الزملاء، عنده حاجة زي دي، فبيفضل إنه يشتغل معهم، بيفضل إنه يعني يبرمج مع نفسه معاهم بدون ما يرجع للعائلة بتاعته، بدون ما يرجع لأسرته، ممكن يحتاجه في حاجة معينة تتعارض مع موعد هو كان طالعه أو حاجة كان عاوز يعملها مع الجروب التاني بتاعه ده، فالموضوع ده بيسبب بعض الخلافات، بيسبب بعض انه العائله بتكون محتاجه فعلا في الحته دي، محتاج انه يغطي لهم الحته دي باسلوب معين، بحاجه معينه، بيفتقدوه، ما بيلقوا، بيختفي عنهم لانه عنده ارتباطات تانية، وده كله الموضوع ده لانه من البدايه ما تعود انه يكون في حاجه اسمها تعاون ما بين الاسره نفسها داخليا، ما بين العائله الكبيره، انه دائما هي المفروض تديها الاولويه، يكون لها الاسبقيه في كل الحاجات دي، انه شوف لو ما كان في اي حاجه، ما في اي برنامج، ما في اي حاجه مترتبه عليه في العائله، بعدين اشوف باقي المجموعات الثانيه اللي هو ممكن يكون مرتبط بها او مشارك معاهم فيها، الا انه مع الـ الـ الانفتاح كثير ده في الاسره، انه ما في حاجه اسمها يعني الاب والقائد الفعلي، ممكن اي واحد من الاولاد يطلع وقت ما هو عاوز يمشي مع اصحابه، يطلع مع زملائه، اي شيء من ده، فافتقدنا الحتة دي كتير. افتقدنا كمان انه لما الشخص ده يطلع للمجتمع البرة
للجروبات الثانية لزملاء في المدرسة أو في العمل أو في حاجة زي دي، ما بكون مستعد فعليا إنه يقوم بدور بارز أو بدور كبير في المجموعة اللي هو فيه اللي هو فيها. ممكن إذا كان حاجة تحت ميوله تحت حاجة بحبها يشتغل فيها فعلا، إذا كان لا فبيقدم فيها أقل حاجة ممكنة بحيث إنه بس ما يقع عليه اللوم أو إنه ما في أثر يكلمه إنه أنت ما سويت معانا أو شيء زي ده، إلا إنه ما بقضيه بالشكل المطلوب. فلما نتكلم عن حاجة اسمها التعاون لازم نشوف البداية الأصلية كان مفروض تكون وين، وكان ممكن نحلها كيف ونعالجها بطريقة أحسن. طيب كمان حابين نتكلم، يعني سبحان الله التعاون شيء جميل جدا، شيء كمان قوي جدا. قوي بمعنى إذا كنت أنت مثلا يعني مشيت لمكان براك بشكل فردي ما حيعملوك زي ما تكون أنت جاي باسم مجموعة، زي ما تكون أنت جاي باسم حاجة أكبر، باسم منظمة، باسم شركة، باسم حاجة زي دي، بأي حاجة أنت بتمثل مجموعة وراك، أنت مجموعة من الناس متعاونين تحت أي مظلة أي مكان اسمه، فبالتأكيد حيكون في فرق كبير، حيكون في حاجة محفزة لهم أكتر أنه يتعامل معك بطريقة أفضل، بخدمات أجود، بحاجة زي دي. يعني مثلا لو قلنا في مجموعة من العوائل ساكنين في مكان واحد أو في حي واحد جيران، أو في فعلا بينهم تعاون كبير، بينهم خدمات، بينهم من بعض، بينهم حاجات مشتركة، حبوا إنهم كلهم في بداية كل شهر يشتروا كل المواد التموينية بتاعتهم مع بعض ويتقسموها ما بيناتهم بطريقة متساوية وبطريقة عادلة، بكل تأكيد لما يمشوا يشتروا أو يرسل واحد من دوب منه واحد أو اثنين منهم من الشباب بتاعينهم يمشي يشتروا المواد دي حيلقوا عروض أحسن، لأنه بيشتروا كميات أكبر. فكل ما تشتري أكبر بكمية كبيرة كل ما بتلقى عروض أحسن، كل ما ممكن صاحب المكان نفسه يوفر لك توصيل مثل مجاني إذا كانت كمية كبيرة، ممكن يغنيك عن حق المواصلات أو حق الطريق، ممكن كمان يغنيك إنك تجي للمحل أساسا، لأنه كل بداية شهر يرسل لك مواد معينة أنت طالبة، ممكن يديك تحصل على عروض، ممكن تحصل على خصومات في أسعار الحاجات دي نفسها، بالإضافة إنك حتحصل على حاجات بجودة أعلى كمان بما إنك طالب كمية كبيرة. غير كده أنت يعني بتوفر للناس المعاق ديل في الحي الواحد أو في الجيران ديل، أول حاجة اللي ما عنده عربية اللي ما عنده حاجة زي دي بتغنيه إنه يطلب مواصلات خارجية، بتغنيه من المشوار ماشي وجاي وإنه كيف القلق بتاع الحتة دي، كمان بيتوفر له إنه حتى لو هو يوم من الأيام مر بظرف معين غاب لظرف طارئ أو حاجة زي دي، هو متأكد إنه الشباب ده الجيران بيغنوا بيته زي كأنه موجود، إنه الحكاية دي ما بتفرق معهم كتير مع عائلته. غير إنه كمان بتكون له كده حاجة إنه راحة نفسية، إنه في فعلا بينهم تعاون، في بينهم حاجات مشتركة كتيرة، ما بالضرورة إنه يدفع مقابل الخدمة بتتقدم له دي، لأنه هو نفسه بيتعاون بطريقة تانية في الحاجة اللي هو بيقدر عليها، بيخدمهم، بيكون واقف معهم لحد ما ينتهي، بيكون بيعرف بصلاته بعلاقاته يدبر لي ده في حاجة معينة أو يتوسط لي ده في مكان معين، بالطريقة دي إنه بيتبادلوا المنافع مع بعض بدون ما يكون في حاجة اسمها الفاتورة أو إنه انتهت الخدمة لازم تدفع عشان تتجدد تانية أو حاجة زي دي. الحاجة دي بتخلق يوم ورا يوم كده زي ما يقول نسيج أقوى، بتخلق يوم ورا يوم إنه الناس دي يتكاتفوا مع بعض أقوى، أي تعاونوا ما يتطوروا ما بين إنه بدوا بحكاية إنه يشتروا مواد تموينية مع بعض، لأنه يقفوا مع بعض في أزماتهم، يتعرفوا على بعض فعلا في حالاتهم الحرجة، حالات الضيقة، في حالات الفرح، حالات الحزن، أكتر وأكتر وأكتر مما كانوا هم مجرد جيران كل يسلموا على بعض بس ويتقابلوا يعني وكلام زي ده. فمن المهم جدا إنه نبدأ أول حاجة بالتعاون ما بين داخل أفراد الأسرة، بعدين ننطلق للعائلة، بعدين للجيران، بعدين لأكبر وأكبر وأكبر. فلكل مكان في تعاون فعلا، في تعاون بالشكل المطلوب، في تعاون بالروح الحلوة إنه بتجمع إنه أنا بخدم فلان لله، يعني بخدمه عشان هو جارية، عشان هو زميلي، عشان هو كده، ما بخدمه عشان مصلحتي إذا جيت أنا يوم من الأيام عاوز منه حاجة ما يقول لي لا، ما بخدمه لأنه أنا عاوز منه حاجة معينة،
ما بخدمه عشان بعدين حد يديني قروش. اكيد بكل تاكيد لما تكون تخدم شخص كذا لله في لله ومحبه كذا يعني من عند الله سبحانه وتعالى اكيد تخدم بطريقه احسن. بالنسبه لك انت بتكون مرتاح, بتقدم له حاجه باقصى ما يمكنك انت تقدمه, ما زي ما يكون حاجه مدفوعه. انت بتقدم مجرد خدمه على اقل مستوى بس وخلاص انت تنتهي على كده. فالموضوع ده موضوع صراحه مهم, موضوع جميل جدا. يعني كمان في حاجه في الاسر, بعض الاسر بيكون فيها او بعض العوائل الكبيره المتعدده ممكن اولاد خالات والكلام ده, في واحد فيهم بيكون واحد مهندس بتاع جوالات او موبايلات, في واحد الكمبيوترات, في واحد كل واحد عنده تخصص معين حي بيفهم فيها, هندسه مدنيه حاجه زي دي. فتلقى انه واحد من افراد الاسره دي ممكن يستعين بواحد محتاج في تخصص في صيانة موبايل او في صيانة كمبيوتر او في انه يشتري اجهزة كهربائية جديدة او في انه يبني عمارة او يبني له بيت او اي ما كان الحي هو طالبه, ممكن يستعين بواحد من برا بمبلغ معين كخدمة يعني كمقدم خدمة. بينما هو عنده واحد في العائلة نفسها بيقدم نفس الخدمة دي وممكن يقدمها بطريقة احسن, ممكن يجيب لحد البيت, ممكن يختار له حاجات افضل, ممكن يختار له حاجات اللي هي يشوف له حاجات ارخص بنفس الجودة والحاجات دي كلها, يعني يقدم له حياة أحسن مما يقدمه له مقدم الخدمة الخارجي ذا. لكن مع الأسف إنه ما الشخص الطالب والراغب في الخدمة دي ما فكر في الموضوع ده بالطريقة دي, إنه ممكن أنا عندي فلان يشوف لي الموضوع ده أفضل مما أشوف أنا بنفسي, يقول لك لا أنا الحياة دي حقتي وأنا أفتش لي أحسن وأنا أشوف أحسن. ما بعض الناس يقول لك ما عاد أكلف عليه, بعض الناس يقول لك إنه مثلا يعني شايف إنه من دفع قروش بيكون أحسن, الخدمة بتكون أفضل له من إنه يطلب واحد خدمة ممكن إنه يطلب بعدين قصادها حاجة تانية, ممكن إنه ما يقدمها له بالشكل المطلوب إنه يعني حاجة مجانية أنا ما هشتغل لك بالمجان. فلو كان في فعلا تعاون, كان في فعلا حاجة إنه بانين العلاقة دي من بدري شغالين على الحاجات دي كلها, واحد يقول لك أنا أو كل واحد يبرز الحاجة اللي هو فعلا بحبها, الحاجة الممكن يقدمها لك كخدمة, أنت بالتأكيد حتلجأ له أول واحد, بالتأكيد حتمشي له قبل ما تمشي لغيره. إذا كان عندك اي خدمه حابب انك تطلبها, حابب انك تكون تستفيد منها في الخدمه دي, فبالتاكيد انت هتمشي له اول قبل ان تمشي لواحد غريب. طيب من الايات اللي في القران الكريم اللي بتحثنا فعلا على التعاون, من الايات الجميله جدا والواضحه في الحته بتاعه التعاون دي, بتتعاون بين المسلمين بينهم بين بعض, بين الاخوه بين الاحباب بين الاصحاب. قول الله سبحانه وتعالى بيقول في ايه القران الكريم, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بحيث أن الله سبحانه وتعالى أنه دائما نتعاون على الحاجات فيها منفعة للناس, على الحاجات فيها خير, على الحاجات الممكن فعلا تفيد الناس حواليك وتستفيد منها أنت كمان كشكل مباشر ومردود بعدين بيرجع لك تاني كمان. برضو كمان قول الرسول عليه الصلاة والسلام, المؤمنون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعلا لما يكون في تعاون ما بين الاخوه مع بعض وما بين الاصحاب في المكان الواحد, فعلا بيكون في حاجه كده زي ما تقول لو غاب فلان بيفيد عنه واحد تاني, لو فلان مر باي ظرف في غيره كمان بيفيد عنه, بحيث انه يكون في تكاتف بينهم وبين بعض, بحيث انه ما يفقد الشخص ده سواء كان غاب له ولد او غاب له اخ ما يفقده, لانه في ناس تاني بتعوض عنه, في اصحابه في جيرانه في اولاد الاهل في الحاجات دي كلها بيغطوا الفراغ او الفراغ اللي سابه الشخص ده. طيب ناخد فاصل قصير كده نرجع تاني ان شاء الله مع لقاء اليوم. ومع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. لقاء اليوم. لا يقارن إطلاقا بالعمل الفردي. أنا أتعجب من الناس اليوم الذين ما زالوا يعملون بأسلوب فردي وكل واحد يشتغل لوحده. لا بد من عمل جماعي. عندما تتعرف على العمل الجماعي ومزاياه لا يمكن أن تعمل إلا من خلال عمل جماعي. من مزايا هذا العمل الجماعي كثرة العطاء وعظمة النتائج. ما في مقارنة في النتائج, سأعطيكم بعض الأرقام بعد قليل.
النتائج أضعاف. أنا كنت لما كنت أعمل لوحدي في تأليف كتبي كنت أضل عليه في السنة كتاب إذا بالمبالغة كتابين. الآن لأن الحمد لله معي فريق مميز ممن يدير وممن يخرج وممن يساعدني حتى في التأليف. لا تظنوا أن أي مؤلف معروف اليوم يكتب وحده، هو يكتب المعاني الرئيسية ويكتب الفهرس الرئيسي وقد يشير إلى المراجع الرئيسية، لكن يكتب له ويراجع. أنا السنة في السنة أحيانا أطلع 6 كتب في السنة واحدة، ليست سلقا. الكتاب الواحد يأخذ 3 سنين من الشغل، لكن في فرق تشتغل، فالذي ينتهي من عمله يطبع الكتاب وينتج. ولأن في عندي الآن حوالي 22 فريق يشتغلوا في نفس الوقت، فالنتائج تطلع أضعاف أضعاف. ومع الأيام يصبح هذا العمل الجماعي مؤسسي، فصاروا لا يؤلفوا لي أنا فقط، وإنما صاروا يساعدون المؤلفين الآخرين. حنا الآن عندنا أي واحد عنده فكرة كتاب مميز يعطيه للفريق الذي عندنا، ليس فقط لي، نحن نساعد الشباب على التأليف وعلى التميز في الطباعة والإخراج من خلال عمل جماعي. هذا ما كان، هذه فكرة جديدة، فربط الناس بالفكرة وليس بالشخص. هذه ليست طارق سويدان، هذه فكرة تأليف جماعي، هي فكرة موجودة طورناها زيادة فصارت مؤسسية. الآن تخيلوا أي شاب أي فتاة عنده فكرة كتاب لكنه لا يعرف فن التأليف، أو إذا عرف ما يعرف التقسيمات الصح أو الإخراج المميز أو غيره، صارت مؤسسية المسألة. فتخيلوا كم سيستمر هذا، ما عاد يعتمد على فرد وإنما صارت مؤسسات. أيضا في العمل الجماعي هناك فائدة عظيمة، وهي الحصول على فوائد الشورى. فوائد الشورى أذكر عدة مرات وأنا في إصدار كتبي يأتيني مثلا الأخ أحمد شربجي الله يحفظه مدير شركة الإبداع الفكري عندنا، فيقول لا دكتور لو تؤخر هذا أو لو تقدم هذا أو الغلاف بهذه الصورة غير جميل، فأجد والله رأيه أفضل من رأيي. ولا يأتيني المخرج المميز فيقول لي يا دكتور والله هذه الصفحة لا تلغيها، أو هذه الصفحة في غير الصورة في غير مكانها، فأستجيب. هذا من المهم جدا في العمل الجماعي، نأخذ ونعطي. أحيانا أصر على رأيي لما أعتقد أنه صح، لكن في كثير من الأحيان بل معظم الأحيان أسمع للرأي، وخاصة إذا وجدت أن الرأي عند الأكثرية فعندها سأتنازل. فهنا فوائد الشورى. العمل الجماعي يعطينا معنى آخر نسميه في علم الإدارة التكامل في العمل، بالإنجليزي يسموه سينرجي، التكامل في العمل. ما هو التكامل في العمل؟ أنا أشرحها لكم من خلال قصة حدثت معي ومما علمتني الحياة من واقع الحياة. أذكر كنت أدير أكاديمية الإبداع، كان عندي سكرتيرة ممتازة جدا في التعامل مع أولياء الأمور، وعندي محاسب ممتاز في المالية جدا، لكن هذا المحاسب ما هو عارف يتعامل مع أولياء الأمور. والله أذكر ما كان يمر علي يوم إلا يدخل علي ولي أمر يشتكي منه يوميا، وهو مطلوب منه يتعامل معهم ويستلم منهم الرسوم وغيره، يوميا مشاكل. فماذا فعلت؟ عملت في قاعة الاستقبال مثل كاونتر، طاولة كذا عريضة، وخليتها تجلس وهو جالس في الطرف الآخر من الطاولة، هي تتعامل مع أولياء الأمور، تأخذ منهم الفاتورة أو الفلوس تعطيه إياه، هو يسجلها ويعطيها إياها، هو ممنوع يتعامل مع أولياء الأمور، هي التي تتعامل. هذا معنى السينرجي، هذا معنى التكامل. هي لا تحسن المحاسبة وهو لا يحسن التعامل مع الناس، لكن بتكاملهم أوجدنا فريقا يحسن المحاسبة ويحسن التعامل مع الناس، فحققنا كل الأهداف. وهذا يجرنا إلى نتيجة أخرى رئيسية، وهي العمل المنهجي المنظم. العمل الفردي معرض للعشوائية، معرض للتخبط، أحيانا جودة وأحيانا أداء ضعيف، بينما العمل الجماعي إذا ضعف أحد الأطراف الباقين ينبهوه أو يكملوه. كذلك العمل الجماعي يساعد في مواجهة التحديات، تحديات الواقع ومواجهة المنافسين والتكتلات المنافسة. نحن لا نستطيع أن نواجه أعداء الأمة مثلا بجهود فردية،
هنا نحتاج عمل جماعي. حتى في الشركات ما نستطيع واحد يواجه شركات عملاقة اليوم تنافسنا، فلا بد من تكاتفنا وتكاملنا، فهذه كلها من فوائد العمل الجماعي. من فوائد العمل الجماعي بالمقارنة مع العمل الفردي أن العمل الفردي إذا مات الفرد انتهت الخبرات التي استفاد منها وتعلمها، بينما في العمل الجماعي نستفيد من تراكم هذه الخبرات الجماعية، فكل من يتعلم ينقل خبراته لمن حوله ويستمر هذا التناقل على مدى السنين. هذا سيؤدي إلى تعاظم الموارد المالية وغيرها لخدمة الغايات. أنا أضع جزء وأنت تضع جزء والثالث يضع جزء، سواء مادي أو معنوي أو مالي، فعندها سيكون الإنتاج أضعاف. من مزايا العمل الجماعي أن الجهود تستثمر والأوقات تختصر، ما في مقارنة في الإنجاز. كما أعطيتكم بعض المسائل على قضية الكتب وغيرها، كيف أن العمل الجماعي إنجازاته أسرع وأكبر من العمل الفردي. وأخيرا من إنجازات ومزايا العمل الجماعي تطوير قدرات الأفراد أنفسهم وتطوير مهاراتهم، هذا من مزايا العمل الجماعي. فالفرد يتعلم ويستفيد من الآخرين ويصححوه ويطوروه، فإذا هذه فلسفة العمل الجماعي. إذا خلونا نحفظها، أن العمل الجماعي متوالية هندسية وليس حسابية، يعني واحد مع واحد مع واحد مرة أخرى ما يساوي ثلاثة. إذا كان إنجاز الفرد 20% فإن إنجاز الفردين لن يساوي 40، سيساوي 50 أو 60 وليس 40. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. من الحديث الجميل جدا اللي اشار له الدكتور في كلامه، انه فعلا العمل الجماعي ما بين الافراد الاسرة ما بين افراد المجتمع الواحد بيأثر كثير على الفرد نفسه، بيأثر على خبرات الفرد الموجودة اللي ممكن يتحقق بها، بتزيد من مرة لمرة انه يتعاون مع اصحابه يتعاون مع المجتمع معاه، يكونوا فعلا يكون نسيج واحد. انت بتستفيد من الشخص اللي انت شغال معاه، بحيث انك يعني اذا كان عندك انت واحد اثنين تلقى عنده ثلاثة واربعة وخمسة، بيعلمك حاجات انت ممكن كنت تعمل الحاجة دي بطريقة معينة، هو لا يعلمك طريقة جديدة، يعلمك مكان معين ممكن تاخذ منه القطعة المعينة القطعة اللي انت حابب انك تاخدها لمشروع معين عندك في الجامعة او اي شيء زي ده، ممكن يوريك حاجات انت ممكن تعرفها، ممكن تتعلم حاجات هم برضو ما عارفها، فكل واحد عارف شيء بيعلم الثاني، فبتصبح في النهاية ان كل واحد فيكم بيتطور بطريقة معينة، كل واحد فيكم بيشوف الموضوع بطريقة جديدة عليه، بكمان بيقدر يطوروا حاجات الاثنين مع بعض ما كان ممكن يصليها الواحد فيهم براه. فمن المهم جدا انه دائما نحاول اذا في اي طريقة ان نتعاون مع شخص معين مع واحد معانا بطريقة يعني كده فيها نوع من التكاتف والتعاون، فعلا نحاول بقدر الامكان انه فعلا نكون معه بقدر الامكان نتعاون معه لاقصى درجة ممكنة، ونشوف نحن حنصل لشنو في النهاية. بالتأكيد حنصل لحاجة مبهرة، لحاجة جميلة حتسعدنا وحتفاجئنا نحن كمان، ان اذا كان واحد سواه براو او لا. فالتعاون بحد ذاته حاجة جميلة، حاجة ممتعة، تجربة بتخليك انت مستمتع وانت بتعمل الحاجة دي مهما كانت صعبة، لأنه في واحد تاني شغال معاك فيها وبيشاركك صعوبة الحاجة دي، بيشاركك فرحة الانتصار في النهاية انك انجزت حاجة. فرحة الانجاز دي لما تكون مشاركة مع واحد ما زي لما تكون فرحان بها براك، ما زي لما تكون انت عملت الموضوع كله، اذا كان موضوع او شغلة بتاعت فريق كامل اشتغلتها براك عمرك ما حتفرح فيها زي ما تشتغلوا فيها مجموعة مع بعض بشكل فيها تعاون فيها تكاتف بينكم وتنجز الشدة فعلا على الوجه المطلوب، فأكيد في فرحة كبيرة جدا حتكون غامراكم في الوقت ده. فأنت حتى لو كنت بتقدر تسوي الحاجة دي براك، لكن في انه خيار تاني انك تختار اخوك، تختار ولد خالتك، تختار صاحبك في الجامعة او زميلك في العمل انه يسويه معاك، يريد تاخذ الخيار ده كخيار اساسي عندك،
الحكايه ما حكايه انك بتتعب وما حكايه انك بتكلف عليه، لا الحكايه انك حابب انه يشاركك الموضوع ده بطريقه او باخرى، انت اكيد حتستفيد منه وكمان حيستفيد منه، حيتراكم له خبرات معينه ما كانت عنده او كان بالعكس. الموضوع ده برضو بزيد من روح التآلف والمحبة فيما بينكم، سواء كنتوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كل ما كان العدد أكبر، كل ما كان التعاون أجمل، كل ما كان الفائدة بتطلع بها في النهاية أحلى وأحلى. مع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. وبما انه كمان زي ما بقول انه بقول لك انه يد الله مع الجماعة، فكمان في بركة زيادة انك تتعاون مع ناس، تتعاون مع مجموعة معينة لموضوع موضوع بتاع خير او لموضوع بتاع حياة، انك حاجة بتعينك على حياتك، بتعينك على دنيتك انت العايشه دي، سواء كانت في الحياه بتاعت الشراب والاكل، سواء كان في حياه الامور الحياتيه العاديه اللي بنمر بها كلنا، سواء كان في الحياه الاعمال الخيريه والاعمال اللي هي بترجو بها الثواب من الله سبحانه وتعالى، في خدمه الناس او في خدمه الناس اللي فعلا بتحتاج لك، بتحتاج لخدماتك، بتحتاج كمان لتعاونك معهم. ففي منظمات كتير ممكن الواحد اذا كان هو حابب انه يقدم خير فعلا، حابب انه يخدم مع عائله معينه، حابب انه يخدم فئه معينه من المجتمع، سواء كانوا من الايتام او من الفقراء او الحاجات دي كلها، فبالتاكيد من الافضل انه ينضم لمنظمه معينه، لجهه خيريه، لمكان فيه هيكله مؤسسيه كده، انه يقدر يقدم خدماته عن طريقهم. بالتاكيد حيستفيدوا من خدماته دي بشكل مضاعف عما كان اذا كان حيقدم الخدمه دي براو، انه يمشي يدق الابواب، انه يقدم خدماته بشكل فردي. بالتأكيد حيكون مفيد أكتر وفعال، عنده دور فعال أكتر إذا كان ضمن إطار مؤسسي، ضمن إطار منظمة معينة. فأنا حابب أوجه كلمة للناس اللي هم فعلا بيحبوا الخير، بيحبوا إنه يشتغلوا الحاجات الخيرية دي، إنه حاول تشوف لك منظمة خيرية جنبك، منظمة خيرية عبر النت، عبر وسائل التواصل، فعلا تنضم لهم وتعرف أهدافهم شنو، تعرف برامجهم شنو، وإذا كانوا فعلا هم منظمة ثابتة عندها تصريح وعندها كده ينضم لها فورا، يعني بدون ما تتردد. أنت في النهاية بتقدم حاجة فيها خير، بتحاول تبرز روح التعاون الموجود في المجتمع، في مجتمعك الإسلامي بشكل أوسع وأشمل. كمان بتحتسب أجر، الأجر ده عند الله سبحانه وتعالى، إنك بتحاول تقدم خدمة طول ما أنت فعلا عندك النية دي بتاعت انك تخدم الناس بانك تساعدهم، فانت بإذن الله مأجور على نيتك دي. ففي منظمة كان تواصلت معنا خلال اليوم، اسمها نداء الرحماء، كانت بتكلم معنا عن انهم عندهم النية بتاعت انه ينشروا الخير ده، ينشروا الحياة الحلوة دي للناس، انه يحاولوا فعلا يسووا حاجة حلوة، انه يجمعوا القدرات الفردية دي للناس كلهم، يجمعوا في إطار مؤسسي واحد، في إطار فعلا يشمل الناس ديل بطريقة معينة، بحيث أنه يقدموا خدمة أكبر، يقدموا حاجة فيها مصلحة للناس، فايدة أكتر. كنا حابين برضو إن شاء الله خلال الأيام الجاية حنتواصل معهم بشكل أكبر، حنحاول نشوف برامجهم، نبرز إن شاء الله الأنشطة بتاعتهم دي بطريقة أحسن، حتى ندعم الحياة الخيرة دي، بنحاول نكون صلة وصل ما بينهم وما بين الناس، ما بين الناس اللي بيسمعوا لنا الآن. بالتأكيد لو في أي واحد من الحابين إنه ينضموا للمؤسسات الخيرية دي، ينضموا للحاجات اللي فيها فائدة للناس دي كلها، ممكن يتواصل معنا ويتواصل مع أي جهة خيرية تانية. نحن إن شاء الله هنحاول نتواصل معهم ونعرف الحاجات اللي هم بيقدموها شنو، والحاجات اللي هم حابين فعلا يشتغلوا عليها. أنا بصراحة يعني عجبتني فكرتهم جدا، وعجبتني إنه في ناس بتشتغل كده من نفسها، من حتى من مصروفها الخاص بيشتغلوا، بيحاولوا انه يؤسسوا حاجه زي دي، حاجه تطوعيه، حاجه تعاونيه تفيد الناس ويستفيدوا منه كمان لاخرتهم، يبنوا حاجه لقدام زي ما بقول. فدي من الحاجات اللي حبيت انه انا بهلها، حبيت انه برضو اشكرهم على مبادرتهم دي، وانه متواصلوا معانا، حابين يكون لهم دور اكبر، انه ممكن نعمل معهم شنو، ممكن نستفيد منهم بشنو نقدمه للناس.
فحابين ان شاء الله نخليكم كمان على الـ الـ على اطلاع على الحديث الجديد ان شاء الله هتحصل في المستقبل القريب ان شاء الله. برضو حابين نوجه لهم شكر للاعمال الخيريه اللي هم بيقدموها ان شاء الله. حنحط لكم برضو نحط لكم الروابط بتاعتهم، ممكن تشوفوه، ممكن تتعرفوا عليه، ممكن تسالوه، ممكن تتواصلوا معاه لو في اي حاجه ممكن تقدموها او حاجه زي دي. شكرا جزيلا لكم. كان موضوعنا اليوم عن التعاون. حنطلع فاصل بسيط كده ونيجي نشوف موضوع المسابقة. تستمعون الآن إلى خلاصة الحياة. رجعنا لكم تاني بموضوع المسابقة دي. طبعا انتوا الآن تستمعوا لنا عبر راديو خد نصيحتي عن طريق الرابط بتاعنا khudnasihti.com/radio أو عن طريق اللايف بتاعنا على الفيسبوك عبر صفحتنا خد نصيحتي. طبعا بالوقت عندنا موضوع المسابقة الرمضانية اللي احنا نسوينا عن طريق الفيسبوك. حابين نعلن عن السؤال ونعلن عن الإجابة الصحيحة وعن اسم الفائز في السؤال السابع لنا. طيب السؤال كان بيقول: كم المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم، طبعا نزول الكامل؟ كان الخيار الأول 22 عام أو 23 عام أو 25 عام. الإجابة الصحيحة طبعا كانت 23 عام. أول واحد جاوب الجواب صحيح وكان مطبق الشروط هيكون فائز معانا. طبعا عندنا هنا أول فائز أو أول واحد كان فايز معانا الأخ محمد العاقب. الأخ محمد العاقب صراحة حابين نوجه له شكر خاص، حابين نوجه له كل الشكر وكل التقدير لمساهمته معانا دائما في نشر الصفحة بتاعتنا، في نشر أهدافنا، في نشر الحلقات، في تعريف الناس على الحاجات اللي احنا بنحاول نقدمها، الحاجات المفيدة اللي بنحاول نتكلم فيها، نتناقش فيها، نطرحها. حابين برضو لكل الناس اللي حابين انهم يتواصلوا معانا سواء كان على الهواء او يتواصل معانا تحت الهواء، يا ريت. حابين نقول لهم احنا بنرحب كثير باقتراحاتكم، بنرحب بافكاركم، بطريقه رؤيتكم للافكار المقدمه، دائما بنرحب بكم. وكمان عندنا اليوم فائز اضافي، زي ما قلنا حابين الشهر ده يكون عندنا 30 فائز، وكمان كلهم يدخلوا على السحب ان شاء الله على جائزه افراحنا. الفائز الاضافي عندنا الاخ عمر ابذر. الأخ عمر أبذر برضو جاوب صحيح وكان الثاني في الأجوبة، فحابين نقول أنت برضو اليوم من الفائزين معانا. حابين نشكركم كلكم، حابين نشكر كل الناس اللي بتشارك معانا في المسابقة بتاعتنا. طبعا نحن بننزل السؤال بشكل يومي على مجتمعنا عبر الفيسبوك وعلى صفحتنا في أوقات مختلفة، حتى ما نظلم الناس اللي بيكونوا عندهم دوامات أو الناس اللي بيصحوا بدري أو الناس اللي كمان بيساهروا إلين صلاة الفجر والكلام ده، فدائما نحاول ننزل في اوقات مختلفه حتى يكون في تنوع، في ناس تقدر تلحق تكون من الاجوبه الاولى للسؤال نفسه. ونوع السمع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. نصيحة الأخصائية التغذية لليوم بتقول لنا نصيحة للناس اللي هم حابين يخصصوا من أوزانهم وكده، إنه تناول ملعقة عسل، عسل النحل طبعا الطبيعي، بعد ساعة من الوجبة. ده بساعد كثير على حرق السعرات الحرارية، فاهتموا بالحتة دي وإن شاء الله بإذن الله عما قريب حيكون في عندنا تغيير في برنامج بتاع أخصائية التغذية، حيعجبكم كثير ان شاء الله. ويا ريت يا ريت يا ريت تقترحوا علينا كل الافكار اللي بتحبوها ان تسمعوها عن طريق اذاعتنا عن طريق راديو خد نصيحتي.
حابين أشكركم جزيل الشكر أنكم كنتوا معنا اليوم على في الحلقة الـ11 لنا. برضو حابين نكون نقول لكم نحن مواصلين معكم إن شاء الله لنهاية شهر رمضان المبارك، وما زلنا برضو في انتظار مقابلة إن شاء الله حنجريها مع مسؤول التسويق في أفراحنا عشان يتكلمنا عن الجوائز بتاعتنا حتكون عبارة عن شنو، ورينا برضو بعض المعلومات عن أفراحنا الراعي الرسمي لنا للإذاعة والراعي برضو بتاع الجائزة بتاعتنا. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. الفكرة اليوم حابين نخليكم معاه والسؤال اللي حابين نطرحه عليكم وتجاوبونا عليه، هل انت تعتبر نفسك شخص متعاون في الجروب اللي انت قاعد معاه وفي العائلة بتاعتك في زملائك واصحابك؟ هل تعتبر نفسك فعلا انك شخص متعاون وشخص منفتح انك تتقبل اي حاجة يسندوها ليك تعمل فيها ولا لا؟ حابين نخليكم مع السؤال ده وان شاء الله نشوف اجاباتكم ونسمع برضو اراكم عبر كل طرق التواصل اللي بنطرحها دائما لكم في الفيسبوك وغيره. في امان الله، كنتوا في نسيبكم في رعاية الله. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان.